من جهته قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن انتظارات المواطنين كبيرة جدا على مستوى الحريات وعلى مستوى الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن الأغلبية الحكومية يجب أن تقدم نموذجا لحكومة قوية منسجمة لبناء مستقبل أفضل. أعرف السيد الرئيس أن المسؤولية كبيرة جدا، لأن انتظارات المواطنين كبيرة جدا، انتظارات المواطنين على المستوى الاقتصادي، على مستوى الحريات، على المستوى الاجتماعي. المفروض فينا أن نقدم نموذجا لحكومة قوية منسجمة تشتغل على جميع الواجهات لإخراج المغرب من أزمته، لمساعدة المغاربة والتعاون معهم لبناء مستقبل أفضل. أعرف أن المسؤولية كبيرة وتحتاج أن نختار مسؤولين في مستوى هذه المسؤولية. الثقة فيكم سيد الرئيس أنكم ستساعدوننا جميعا في اختيار هؤلاء الأشخاص، أو نتعاون جميعا نحن الثلاثة الأحزاب على أن نهيئ حكومتنا أولا وقبل كل شيء منسجمة تتعامل بمسؤولية مشتركة، تتواجه مع الملفات ولا تؤخرها، ثم كذلك تبني للمغاربة آمالا مستقبلية، لأن خلق الأمل للشعوب هو الذي يعطي فرصة لمستقبل أفضل. حديثنا سيد الرئيس الذي تم في الأيام الأخيرة أكد أن هذه الإرادة المشتركة هي التي يمكن أن تبني نموذجا جيدا لحكومة منسجمة. وحين نقول منسجمة، منسجمة في أفكارها، منسجمة في برنامجها، منسجمة في سلوكها، ومنسجمة في مواقفها تجاه القضايا. لقد أكد الأخ بركة على أهمية هذا الانسجام، وأكدتم أنتم على إرادتكم القوية في بناء هذا الانسجام، ونحن سنساهم بشكل كبير من أجل إنجاحه كحزب كمؤسسة. أشكركم على تحالفكم فيما يخص المؤسسات الطرادية التي تحالفنا فيها، وكذلك الأخ بركة، ونجاح هذا التحالف الذي أكد من جديد بأن الإرادات الحسنة حينما تلتقي تصنع المعجزات. أشكركم على كثير من تنازلاتكم من أجل بناء مؤسسات ترابية، وكذلك الأخ بركة، بعد الحوارات التي تتم بيننا لبناء مؤسسات جماعية قريبة ومنسجمة كذلك.